السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة نات كرياسيون أغي كوزين. اليوم جبت لكم وصفة ديال حلويات بريسيج دوازاتاي، اللي بما أننا دابا حنا في الفترة ديال العيد إن شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وعواشركم مباركة. وكنتمنى أن هذه الحلوة تروقكم وتعجبكم وتجربوها في بيوتكم وتردوا عليا الخبر. إذن هنا غادي بالنسبه لهاد الحلوه، غادي المقادير اللي غنحتاجو انا غادي نوريهم لكم، وغادي نمروا مباشره المقادير ديال هاد الحلوه اللي غادي نقدموا هاد النهار. إذن المقادير اللي غنحتاجو لهاد الحلوات هادو ديال هاد النهار اللي وريتكم، اللي هما ساهلين بزاف وبساط وما كياخذوا لا فلوس بزاف لا وقت بزاف. إذن غنحتاجو عندنا هنا 100 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرتها وطحنتها، هانتوما كتشوفو مطحونة، ما طحنتهاش ولات غبرة كاع، كنخليوها شويش شوية حرشة. وعندي 50 غرام ديال البسكوي اللي تا هو طحنتو، أنا خدمت هذا بسكوي ماريا، وانتوما يمكنكم تخدمو أي بسكوي بغيتي، وكاين البسكوي بوغي تيجي زوين بزاف، تيجي رائع حتى هو، أنا ما تصابش عندي. إذن عندنا قلنا كاوكاو وبسكوي، عندنا لو شوكولا بلون اللي غادي نذوبوه في باماغي باش غادي نعمرو لي مول ديالنا. عندي هنا نسلي كراميل، الى عندك ديال الدار مصوب كان احسن، هذا انا شريته. وعندي هنا لو بور دو كاكاويت، الزبده ديال الكاوكاو اللي غادي نستعمل منها واحد معلقه ولا جوج ماكسيموم، معلقه اللي غادي نستعمل لا اكثر، باش كتعطينا واحد اللذه حتى هي لهاد الحلوه ديالنا. وهنا عندنا كويرات ديال الشوكولا باش غادي نديرو لا ديكوراسيون. انا الطابو عندي هادو واجدين وريضات، ها هما هادو ديال الشوكولا بقاو لي من واحد الحلوه صوبتها، دي شوكولا بلون شوكولا نوار، ها هما هادو. دونك غادي نديكوري بهم الحلوات ديالي كيف غادي تشوفوا. اذا نمروا للعمليه ديال نجمعوا الانغريديون. غناخذوا واحد لو مول، غادي نديروا فيه الكاوكاو ديالنا، وغادي نديروا البسكوي، وهنا غادي ندير لو شوكولا فوق البوطه في البان ماري يذوب. إذن انا درت الشوكولا ديالي فوق بان ماري يذوب. هنا غادي نحتاجو لهاد الحلوه، غنحتاجو هاد لي مول هادو ديال السيليكون كيف كتشوفوا، ولا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم، المهم يكون ديال السيليكون باش ما كيتلصق لكمش، لان يعني بالنسبه للشوكولا كيخصها السيليكون باش ما كتلصقش. وغادي نحتاج هاد المريشم هذا، غادي ندير به شكيل اخر بنفس لاباط، غادي نقسمها على جوج وغندير شويه في المول وشويه بهاد المرشم هذا. إذن هنا درنا العناصر الجافه اللي هي كاوكاو والبسكوي، غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال بور دو كاكاويت، هي معلقه كبيره عامره، وغادي نبدا نجمع بنسلي ديالي انا وشحال هزلي، ما كاينش العبار بالضبط، غير جهد ما غادي نجمع هاد لاباط هادي وتولي لي عجينه اللي يمكن نشكلها. كتدخلنا هنا شي جوج ولا ثلاثة المعلقات كبار ديال الناس اللي هادشي اللي كيدخل، وغادي نجمعه. وهي من الأحسن نستعملو يدينا باش نعرفو القوام ديال لاباط ديالنا، واش هو هداك ولا ماشي هو هداك. نخلطها مزيان باش تدخل لي داك الزبده ديال الكاوكاو اللي درت بور دو كاكاويت، ويدخل لي الكراميل ويتخلطوا لي لي زانغريديون. اذا لاباط ديالنا نتوما كتشوفوها هي تجمعات، ما دخلت ليش كثر من جوج المعالق وشويه ديال نسلي، هادشي اللي كاين ماشي بزاف. غادي ناخذوا الشوكولا ديالنا اللي ذوبناه في البان ماري، وغادي نعمروا لي مول هادو، غادي نحاولوا نديروا معلقه في كل وحده. الزلافه مازال سخونه الوغ. هنا درت جوج المعلقات صغار، من بعد غادي نفضهم، راه غادي يسرح له الشوكولا ويقبض لا فورم ديالو. نديرو جوج معلقات في كل وحده، حيت انا كنخدم غير معلقه صغيره، الا كنتي خدامي معلقه كبيره ديري غير معلقه وحده كافيه.
غنستمروا على هذا الحال، تنعمروا المول ديالنا كامل. هكذا غنبقى غاديه معاه، تندير له الشوكولا في المول كله ونعاود ثاني نرجع لكم. دينا نعمرت المول ديالي كله، وكنبقاو نخبطوا عليه هكذا شويش، نخبطوه شويش باش كيقبط لنا الشوكولا نفس الفورمه، باش كيمشي على قد قياس واحد. اذا غندخلوا دابا المجمد واحد 5 ولا 10 دقائق جهد ما يقبط لي الشوكولا، وغادي نستمروا في التزيين ديال الحلوه ديالنا ان شاء الله. دابا غادي نمروا الشكي اللي غادي نصوبوا بهذا المول هذا، بهذا المرشم هذا، على ما يقبطنا لو شوكولا راسو في الفريغو غادي نستمروا في الشكل الاخر تاعو. اذا هنا كناخذوا كويره ما كنديروهاش كبيره بزاف، انتما كتشوفوا تنحاولوا الكويرات ديالنا يكونوا قياس واحد، وكنبسطوها هنا في هذا المول هذا. من بعد تنتكيو عليها باش تقبط لا فوق، تنبرك شويه وعاد كنخرج. هيا كيف كتجي، حاولوا باش الكويرات ديالنا يجيو متساويين واخا بالعبار. هذه كنديرها هكا في شويه الزيت باش ما تلصقليش فيها كاوكاو، لان كاوكاو مع فيه كراميل كيقدر يلصق. كندفعها وتنعاود نبرك على لاباط ديالي، نحاول باش نبرك عليها مزيان باش تقبط لي الفورمه ديال المرشم، وكنبرك مزيان بيدي كنضغط عليها مزيان وكنخرجها، وكناخذوا الحلوه ديالنا. ها هي هادي، خليكم معايا تالتالي تشوفوا المنظر ديال هاد الحليوه كي غادي يجي، حيت مازال غادي نزيدوها حويجه اخرى باش نزينوها. اذا انا غنستمر على هاد الحال، تنكمل نصف العجين ديالي، هذا غادي نقسمو على جوج، النص غنصوبو لهادي والنص غادي نخليه للشكلاط اللي درت اللي برت، وهذا الخليط هذا غادي نصوبو به هاد الكويرات هادو. ولا عنده شي مرشم اخر وبغى يصوب به، كيبقى لكم الاختيار ديال المرشمات. حنا هنا كنعطيو الفكره، مجرد الفكره وشنو اللي كيصلح، وانتم يمكنكم تخدموا اي حاجه بغيتيوها. هي دي كنضغطوا عليها باش كيجيونا الوريضات متساويين. اذا غنكرروا نفس العمليه حتى نشوفوها. نحطوا المرشم كنخرجوه كله باش ما تجيناش عريض غليظه بزاف. إذن هانتوما كيف كتجي هكذا، وغنضغط وكنجر. ها هي الحلوة ديالنا. إذن أخواتي هذا حنا كملناه، هانتوما شو كتجي رائعة، لا منظر ولا شكل ولا مذاق ولا أي حاجة، كل شيء تجي فيها روعة، تجي غزالة لديدة، ما كتحتاج لا فران لا تمره لا والو، سهله. انا زوقتها بهاد شويه ديال الشوكولا، ودابا غادي ندوز نجبد البلاطو ديال السيليكون ديالي من الثلاجه ونكملوا التعمار ديالو، نوريكم كيفاش كنعمروه حتى هو، وخليكم معايا حتى التالي باش تشوفوا الديكوراسيون ديالو كيفاش غادي تجي حتى هو. الشوكولا ديالنا ها انتما كيف كتشوفوا، ها هي قطت راسها مزيان، خصنا تيبس مزيان باش ما تخسرناش المنظر ديالها. هادي راه شويه بقات، وغادي ناخذ شويه من الخليط ديالنا كيف كتشوفوا، غادي نحاولوا نديروه بلا فورم ديال داك لو مول اللي عندنا، وباش يجينا نفس العلو غادي نتوما كتشوفوا غنضغطوا عليه باش يلصق في الشوكولا. هنا عندي هاد لو مول كبير شويش، كاينين بحالو بالضبط وهما صغار، يمكنكم تستعملوهم الا بغيتيو. فوالا ها انتما عاوتاني لا ميم شوز، كنحلوهم شويش، نحاولو نبسطوهم القياس باش يجينا قد لو شوكولا قد التعمار لي درنا. بحال
نبسطوه مزيان بيدينا باش كيلصق مع الشوكولا، ما كيبقاش الفرق بيناتهم، باش ملي نزولوهم ما يبانش الفرق بيناتهم نهائيا. اذا غنستمروا على هذا الحال مع لاباط اللي عندنا كيف كتشوفوا كامله هي دي، وغنبقاو غاديين حنا كنعمروا ونبسطوا نعمروا ونبسطوا حتى نكملوا المول ديالنا كله. انا درت غير قياس صغير، تيمكن لكم الا بغيتيو ديروا دوبلو القياس الا عندكم العدد الناس كثر، دوبلو القياس. انا بالنسبه لهاد الحلويات بريسيج كنفضل نصوب شويه شويه من الحاجه وتكال فوقتها، ما تبقاش هذا ساهل دغيا تيوجد، يمكن لك اي وقت يكون عندك كاوكاو محمر مطحون مخبع، يكون عندك بيسكوي حتى هو شوكولا، يكون عندك في الدار دغيا يمكن لك ديرو. اذا غنستمروا هكذا حتى نكمل المول ديالي كله. كن كناخذوا ملي كنكملوا المول ديالنا كناخذوا معلقه وكنبقاو داك المعلقه نبسطو مزيان على داك الخليط ديالنا باش يلصق في الشوكولا باش ما يجيش الفراغات بيناتهم. وهكذا ها هي دي، ما بكفي يديك ولا بمعلقه، معلقه احسن باش كتقبض الفورمه. ها انتما من بعد غادي نديرو في الثلاجه يقبض راسو واحد شويه وعاد نخرجو باش نديكوري. نخليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو باش تشوفوا كي غادي يجي الحلوه ديالنا هاد النهار كي غادي تجي، وانا متاكده انها غادي تريقكم وتعجبكم، لان اولا ما غالياش وثانيا كتجي تري شيك، لا في المنظر ولا في الديكوراسيون ديالها ولا اللذة ديالها رائعه ولا اروع في المذاق. حنا كنعرفوا ان الكراميل كيتواتى مع الكاوكاو بزاف، ولو شوكولا بلون تيجي معاهم كلهم. اذا صافي غادي ندخلهم دابا للثلاجه ديالي ونخليهم يقبطوا راسهم واحد شويش ونرجع عندكم من. اذا حنا جبدناهم من الثلاجه بعد ما خليناهم ارتاحوا واحد الفتره، تعرفوا دابا كاين الحراره هاد النهار وهكذا، مازال خصهم يزيدوا. لا مازال خصنا نخليهم يزيدوا، مازال ما جمدوش مزيان، غنخليهم يزيدوا شويش وعاد غادي نجبدوهم. اذا هو دابا قلت راسو مزيان عمدو كنجبدوهم. ها شوفوا هل قد هذا قد هذا كيجينا، نحاولوا باش يجيو لا قد التعميره قد الشوكولا. دابا غادي نزولهم كلهم، كنحاولوا غير بشويش عليهم، ما كنزولهمش بجهدين، غير بشويه وكنستمروا هكذا حتى نزول هادو اللي عندي هنا كلهم. انا هنا فرشت لهم كيف كتشوفوا بلاستيك وحطيت عليه باش الشوكولا اللي غادي نزوق به ما يخرجليش بلاصه اخرى. وهنا غنبداو ناخذوا نيسلي وغنعمروا هاد الحفيرات اللي عندنا شويه، ما تكثروش بزاف، هو راه غادي يهبط بوحدو. بعد غادي نحركهم شويه نزحهم شويه وغادي يقطوا الفورمه تاعهم. بهذه الطريقه غادي نكملهم كاملين عاوتاني، نعمر لهم الداخلاني ديالهم. حاولوا باش ما يتوسخوا لكمش الجناب، تمشيو غير بشويش هكذا. اذا انا نعمر هادو كاملين باش ما نطولش عليكم في الفيديو ونعاود ثاني نرجع لكم. انا غناخذ هاد المول هذا عندي ديال السيليكون كندير فيه لو شوكولا باش غادي نزوق. بقى لي شوكولا بيض هزت عليه واحد شويه ديال الشوكولا نوار وذوبته بماغي بيان سور بحال العاده باش الشكلات ديالنا كيبقى مزيان. غادي نعمرو في هذا المول هذا وغادي نزوقو به الحليوات ديالنا. اذا هذا نتوما كيف كتشوفوا عنده واحد العدد درويصات، ها هما دو تيجي هكذا كيتباع عند اللي كيبيعوا الماتيريال ديال الحلويات. ها هو كيف كتشوفوا، وغادي ناخذو وغنبدا نزوق به الحليوات ديالي. يساعدنا بزاف هذا هما دو. نستمروا هكذا حنا سالينا وغناخذوا الوريضات ديالنا
اللي خدينا هنا، ما حتش كرات مازال عندنا طري، وغنزوقو بهاد الوريضه هادي في الجنيب. يمكنكم ديروا هاد الوريضه، يمكنكم ديروا اي حاجه بغيتيو. انا هادو حيت انا قلت لكم صوبت حلوه وبقاولي كنزوق بهم، غنديرهم كلهم بويض باش غادي تشوفوا النتيجه التاليه كي غادي تجي. اذا هذه هي لو ريزولتا فينال، هذه النتيجه التاليه ديالنا. نبقى لي شويه ديال الشوكولا صوبتو عمرتو، شوكولا نواق بقى لي عمرتو وزوقتو بداك الكويرات شوكولا. هانتوما كتشوفوا الحليوات ديالنا تيجيو رائعين جميلين، لا في المنظر ولا في كل شيء، ما يحشموكش تنزلهم لضيافك، كيوجدوا بسرعه وما كيطلبوش مواد كثيره. واللي بغات تصوب اكثر من هذا القياس اللي صوبت انا اليوم يمكن لها تصوبه. اذا كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى انكم تستمروا في اللي لايك ديالكم. وبالنسبه اللي تيزوروا القناه اول مره كنرحب بهم، مرحبا بهم في القناه ديالي، وكنتمنى انهم يضغطوا على زر الجرس ويفعلوه باش يوصلهم الجديد. وشكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله.